السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويا مساء الأنوار. نقطة مهمة جدا لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا. جزء من الإشكال الذي يسبب القلق والتوتر التفكير الدائم في المستقبل، وكأن الواحد منا يملك المستقبل ويعرف ما سيكون له في المستقبل، والله عز وجل قد ضمن المستقبل. فالإنسان لابد أولا حتى يترك هذه الوساوس المتعلقة بالمستقبل أن يعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل سيختار له أفضل الأماكن وأفضل الأمور التي سيسعد بها بإذن الله عز وجل. الذي يحسن الظن بالله عز وجل يرى من المكان الضيق السعة، ويرى من مكان ما يعني ما يكون الهم التفريج بإذن الله عز وجل. إذا كان يحسن الظن بالله عز وجل، الأمر الآخر متعلق بالمستقبل والابتعاد عن القلق من الأمور الشرعية الاستخارة، أن تستخير الله عز وجل، فأنت تطلب الله عز وجل أن يختار لك أحد الأمرين القادم إليها، ولا يختار الله عز وجل لك إلا الخير. لا بد تفهم هذا الكلام. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه، فيعرف أنت لو أقبلت على هذا الأمر خير لك ولا لا. أنت تخرج الأمر من خيرتك إلى خيرة الله، ولن يختار الله لك إلا طيب. تستخير وانت مغمض عينك وتسمي بالرحمن. هذه من الأمور المهمة التي تجعل الإنسان، الأمور العملية تجعل الإنسان يبتعد عن التوتر والقلق، لأنه خلاص الأمر مو بيدك، خرجته يا رب الموضوع عندك واختار لي الخير. قد تقدم وما يتم هذا الأمر، أعلم أنه هو الخير ولو كنت تحبه ومتعلق فيه. قد تقدم على وظيفة وانت متعلق انها هي الوظيفة وما تجيك وانت مستخير، اعلم انها خير وريح بالك، والله ما يختار الله عز وجل لك الا الخير. الامر الثالث وهو من الاخذ بالاسباب، خطط لمستقبلك وانت متوكل على الله عز وجل. مثلا انت تبغى وظيفة، الوظيفة يحتاج لها 1 2 3، يحتاج لها اختبار معين، يحتاج لها مهارة معينة، خطط لها. انا والله بقدم على الوظيفة بعد 4 شهور، تحتاج مني اسوي لي CV كويس، تحتاج اني اخذ لي مثلا مهارات معينة، تحتاج مني انه بعد الله عز وجل معلومات معينة، خليك جاهز. اما خايف المستقبل ومنسدح، طبيعي انه ما بيجي لك ولا حاجة. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، سواء كان المستقبل الخوف منه في هذا الناحية الوظيفة، في ناس تخاف من الموت والاشياء هذه راح نذكرها باذن الله عز وجل، لكن اتكلم انه اذا عندك هدف في المستقبل وخايف عليه، لابد ان تكون يعني لديك خطة تصل بإذن الله عز وجل إلى هذا الهدف، وأنت مرتاح طبق هذا الخطة ومستخير الله عز وجل خلاص بإذن الله عز وجل. إن جت فالحمد، ما جت فما هي خير لك. الأمر الرابع والأخير وهو شغلنا. بعضهم يشتكي أنه لا عندي أفكار سلبية، أني بأموت، أن المستقبل ما أدري كيف، أنت مستقبلك ضايع، أنت أصلا حياتك هذه مخلصة، ليش أنت قاعد تتعب، شكلك بتمرض، شكلك ما بتكمل حياتك، وا 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 من هذه الأفكار. هذا الكلام ما هو جديد، أنا أقول لكم عليه كيف تتعاملوا مع هذه الأفكار. موضوع التجاهل، هنا يأتي تطبيق التجاهل. اعتمدت على الله عز وجل ثم أخذت بالأسباب، بقي عندك الأفكار والوساوس تطبق معها التجاهل، تجيك الأفكار ترميها. كيف أطبق التجاهل؟ تكلمنا عنه كثير، ارجعوا له سواء في التليجرام ولا في اليوتيوب. فإذا طبقت التجاهل أنت تعيش بسلام وأمورك طيب بفضل الله عز وجل. يعني أنا محسن الظن والله بيختار لي كل خير ومخطط وماشي، ليش أخاف؟ الأفكار اللي تجيني كلها هذه أوهام، عاد أنت لابد تطبق عليها التجاهل. ما في حل إلا التجاهل مع الأفكار السلبية، وكذا بإذن الله عز وجل تكون يعني أنت سليم الصدر مرتاح.